سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار اليوم الاثنين 15 نيسان 2024 ارتفاعا ملحوظا في محال الصيرفة في العاصمة بغداد. وقال مراسل بغداد اليوم إن سعر بيع الدولار في مكاتب الصيرفة بالعاصمة بغداد بلغ اليوم 149.750 دينار مقابل كل 100 دولار، وأضاف إن سعر الشراء بلغ 147.750 دينار مقابل كل 100 دولار.